في سنة 1982 كان عندي 12 سنة وبكيت بحرقة لما خسرنا قدام ألمانيا بركلات الترجيح في نص نهائي كاس العالم. ولكن بعد كده بسنتين كنت على معاد مع أعظم حاجة حصلت في حياتي. في 1984 كانت تالت مرة فرنسا تستضيف فيها بطولة كبرى بعد كاس العالم 38 ويورو 1960. ورغم أننا كنا سبب اختراع كاس العالم واليورو، لكن عمرنا ما توجنا بأي لقب فيهم. وقعنا في المجموعة الأولى مع الدنمارك وبلجيكا ويوغوسلافيا. الماتش الأول مع الدنمارك كان صعب ومقفل، وفي الدقيقة 78 ظهر رقم 10 الخاص بينا ميشيل فرانسوا بلاتيني عشان يسجل جول كان في حظ كبير بعد ديفليكشن للكورة، لكنه كان كافي عشان نحقق أول انتصار لينا في البطولة. في المباراة التانية ضد بلجيكا سجل بلاتيني هاتريك باليمين والشمال والراس عشان يبقى أول هاتريك متكامل في تاريخ البطولة يسجل بكل الطرق، لكن دي ما كانتش نهاية الإبداع. قدام يوغوسلافيا يتأخر منتخب فرنسا في النتيجة 1-0، وفي 18 دقيقة بس سجل بلاتيني هاتريك كامل مرة تانية عشان يخلي فرنسا تكسب 3-2 ويبقى اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة اللي سجل الهاتريك الكامل مرتين، واللي سجل هاتريك مرتين بشكل عام، وصاحب أسرع هاتريك في تاريخ اليورو لحد النهاردة. في نص النهائي وفي ملعب فيلدروم العريق كنا بنواجه منتخب البرتغال العنيد، والتعادل خلانا نلعب شوطين إضافيين وتأخرنا في النتيجة. لكن هدف التعادل من جيان دوميرج ما كانش كافي، كان في لحظات خوف خلت في تصميم على خطف الانتصار. في كاس العالم 82 منتخب فرنسا خسر من ألمانيا بركلات الترجيح، وبلاتيني بيحكي عن ماتش البرتغال إن تيجانا قال لهم في الشوط الثاني الإضافي ضد البرتغال إنه عمره ما كسب في ركلات الجزاء، وإنه كان لازم يعملوا أي شيء عشان يتفادوها. وفي الدقيقة 119 تيجانا نفسه مرر الكرة لبلاتيني اللي راوغ مدافع البرتغال وشاط بيمينه الكرة في الشبكة عشان يعلن عن الجول الثالث. أنا فاكر تعليق المعلق الإنجليزي جون موتسون اللي صرخ على غير المعتاد من أسلوبه الهادي وقال تيجانا تيجانا بلاتيني جول. وفي النهائي سيطر منتخب فرنسا على المباراة ضد إسبانيا وسجل بلاتيني الجول الأول من ركلة حرة اتعود انه يتدرب عليها دايما. كان بيجيب مانيكان يحطه في التدريبات، والتحدي بالنسبة له انه يعدي الكرة منهم. وبعدها سجل برونو بيلون الهدف الثاني، ومنتخب فرنسا توج بأول لقب في تاريخه أخيرا. بلاتيني أنهى البطولة وهو مسجل 9 أهداف عشان يبقى الهداف التاريخي للبطولة وهو شارك فيها المرة واحدة بس، ورقم محدش قدر يحققه بعد كده إنه يسجل نفس عدد الأهداف في بطولة واحدة بس. رونالدو الهداف التاريخي للبطولة بالتساوي مع بلاتيني احتاج لأربع بطولات و12 سنة عشان يسجل 9 أهداف. بلاتيني اتكلم عن تألقه في البطولة دي وقال كانت البطولة الوحيدة اللي ما اتصبتش فيها. في كاس العالم 82 و86 اتعرضت للإصابة، في اليورو كنت قادر ألعب بأفضل مستوى عندي، وإحنا فعلا كنا أفضل من أي منتخب في البطولة. جون موتسون المعلق الإنجليزي قارن أداء بلاتيني في البطولة بأداء مارادونا مع الأرجنتين في مونديال 1986 وكرويف مع هولندا في مونديال 76، وقال بلاتيني كان بيلعب الفرق لوحده، كان في البطولة دي كأنه من خارج العالم، مفيش أي فريق كان يقدر يوقفه. بلاتيني في سنة 84 توج مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي وكان هداف البطولة وكاس الكؤوس الأوروبية واليورو عشان يختم السنة بتاني كرة ذهبية في تاريخه من أصل 3 توج بيهم في مسيرته. يورو 84 حصلت فيها فرنسا على أفضل منتخب في تاريخه، ربما أفضل من جيل 98 اللي توج بكاس العالم لأول مرة في تاريخه. أنا مؤمن إن الجيل ده استحق يتوج بكاس العالم قبلنا. أنا إيمانويل بيتي، واحد من جيل فرنسا 98، ودي قصة واحد من أعظم لعيبة فرنسا في التاريخ، ميشيل فرانسوا بلاتيني.